اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة شومان التي ظلت ومنذ تأسيسها مشرعة أبوابها ونوافذها لترجمة الأهداف التي أنشئت من أجل تحقيقها، وفي مقدمتها تعميق وتجذير مفهوم التواصل الثقافي والمعرفي بين أبناء وطننا العربي. دعوني أعترف لكم أنني ترددت بعض الشيء عندما طلب لي القيام بمهمة تقديم ضيفنا العزيز المفكر والمثقف العربي البارز الدكتور محمد المسفر، ولكنني أيها الإخوة حسمت الأمر بالموافقة على هذا التكريم الذي شرفتني به مؤسسة شومان لسبب مقنع لي، هو أنني تعرفت على الضيف الكبير عن قرب قبل عدة سنوات، ومن ثم تابعت باهتمام عطاءه الخير وجهده المتواصل في شحذ الهمم والتحريض على الصمود والمواجهة بدلا من اليأس والاستسلام، وقلت في نفسي لعل هذه المعرفة والتي سأظل أعتز بها ستشفع لي عند أخي الدكتور المسفر إن لم أقل فيه حقه الذي يستحقه وأنا أقدمه لكم. دعونا نعترف أن أمتنا مرت بعقود طويلة جدا وهي تستمرئ حالة يطلق عليها إخواننا في اليمن الساعة السليمانية، وهي الطقس الأخير من طقوس تخزين القات عندهم، وتعني الصمت والاسترخاء والتأمل. وطوال تلك الحقبة الممتدة من عمر أمتنا لم يقف أحد أو شريحة من الحكماء لوقف هذه الحالة العبثية، فالأجدر بتاريخنا أن نخرج من هذه الساعة المدمرة لحاضرنا ولمغيبة لأي إحساس لدينا، كي ندرك بأننا نسير نحن نحو المجهول والمحنة التي تغلق كل الأبواب والنوافذ أمام هذه الأجيال التي تجد نفسها هذه الأيام أمام مسرحية يختلط بها الهزل بالدم والخرافة بالقتل الجماعي. مسرحية لا نزال نبحث عن الجهة التي كتبت لها السيناريو أو التي تولت الإخراج. ألا ينبغي علينا والحالة هاي كما تشاهدون أن نستنبط العبر والدروس التي مرت بها أمم في الماضي القريب؟ وهل يعقل أننا حتى الآن نغمض العين عما جرى للآخرين وتمكنوا ليس من تجاوزه فحسب، بل واستطاعوا تحقيق ما يشبه المعجزات، وأقصد تحديدا التجربتين اليابانية والألمانية على مختلف الأصعدة التكنولوجية والصناعية والفكرية بعد هزيمتهما المريرة في الحرب العالمية الثانية. أستميح لنفس العذر لهذه الإطالة، ولكن المقام كان يلح علي أن أرفع صوتي قليلا، وأرجو أن تأذنوا لي. وقبل أن أقدم لكم محاضرنا الكبير، أنا تقدم إلي بالشكر أصدقه والعرفان أجزله على مواقفه القومية المشرفة من بلده الثاني الأردن، وأن أؤكد لشخصه الكريم أن الأردن قيادة وشعبا لن ينسى ما قلتموه في أكثر من مناسبة عن هذا البلد، وما ينبغي أن تترجم مشاعر الأخوة نحوه دعما ومساندة، لأنه يؤمن دوما أننا جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العربي، ويدرك أيضا أن هذا الإيمان يعني بالنسبة إليه أن أي مساس بأي قطر عربي هو مساس بأمنه ومستقبله واستقراره. هناك مثل قيل ذات زمن: احفروا الخنادق واحملوا البنادق واصغوا إلى ما يجري حولكم. والآن وأنا أدعو ضيفنا الحديث إليكم، أنصح نفسي وإياكم
أن نصغي إلى هذا المفكر الرائع الذي سيحدثنا اليوم في محاضرته عن الغرب والعرب والإسلام، أسئلة الراهن والمستقبل، ولنرحب به سويا وأشكركم على سماع. شكرا سيدي الرئيس، والشكر موصول للأستاذة سيدة فلنتينا رئيسة مؤسسة شومان أو عبد الحميد شومان بالاسم الكامل، وأشكر جميع الأخوان الذين فكروا في اسمي أن أكون بين أهلي وأعز الأصدقاء وأساتذتي في هذا البلد الطيب في هذا اليوم المبارك. أشكر كل الذين تحملوا معاناة الاتصال بي هاتفيا أو عن طريق البريد الإلكتروني، والمعاناة بين تغيير المواقف وتغيير المواعيد وتغيير العناوين لهذه المحاضرة التي أخذت 3 عناوين مختلفة كل واحد فيها له إشكالات كبيرة، وأنا لا أريد أن أصبح ضد التيار كما يقولون في هذه المحاضرة. لكني أيضا وبيننا الأستاذة العزيزة الكاتبة الروائية المرموقة دكتورة أو الأستاذة ليلى الأطرش، عاصرتني وأنا أعاصر كل العواصف في سماء هذا الشرق، وأظنها خير شاهد على معاناتي وعذاباتي. إليها أيضا أقدم الشكر الذي تشرفت اليوم بأن أراها بعد طول غياب. أيها السيدات والسادة، أصحاب المعالي، إخواني أساتذتي الأعزاء، أسعد الله مساءكم. وقبل أن أبدأ في محاضرتي أقول لعل عدوى دايفوس انتقلت إلى كل منابر الأماكن في حتى في الجامعات، فأصبحنا نجلس على الأرائك ينظرون دون أن نقف نخاطبكم، فأصبحنا أيضا منعمين مكرمين بهذه الكراسي الطيبة، وهذه عدوى محمودة من دايفوس نقبلها ولكن لا نقبل الكثير منها. لا جدال أيها السيدات والسادة بأن أمتنا العربية والإسلامية تعيش لحظة تاريخية مخيفة بكل معنى الكلمة الخوف. الشرور تتنازعها من الداخل ومن المحيط ومن خارج دائرتنا العربية الحضارية الإسلامية والعربية. متغيرات محلية ومتغيرات متلاحقة، من المفروض أن نتنبه لمخاطرها ونرصد حركتها بغية ارتقاء شعورها. صحيح أننا يجب أن نبتعد عن العادات السيئة التي تجعلنا نغمض أعيننا عن أمراضنا الذاتية وسلبياتنا الداخلية، مكتفين بالتركيز على اهتماماتنا على التحديات والمخاطر الخارجية على مشروع نهضتنا العربية. لكن الصحيح أيضا ألا نغفل عن دور التحديات الخارجية، وألا ننهج دبلوماسية استرضاء القوى الأجنبية بأي طريقة كانت. نحن أمة مكتملة التكوين، إننا أمة يزيد تعداد سكانها عن 400 مليون إنسان، نتمتع بسعة سوق كبيرة واسعة، ونتمتع بخيرات كبيرة حبان الله بها من بين الأمم كلها. نحن إذا امتلكنا الإرادة السياسية نستطيع أن نتحكم في اقتصادية العالم، ونستطيع أن نتحكم في طرق مواصلاته برا وبحرا وجوا. كل المضائق المائية في العالم تحت يدينا على قناة بنما وقناة في جنوب شرق آسيا بعيدة عنا. علينا أيضا ونحن نقول بهذا القول بكل أنواع يؤهلنا، كل هذه المواقف تؤهلنا أن نلعب دور القوى الكبرى الأرض العربية لأرض العرب مكانة روحية لا تتمتع بها أمة في الأرض. أرضنا مهبط الديانات السماوية 3 والقبلة الإسلامية والمسيحية في أرضنا، ولغة الإسلام اللغة العربية هي لغتنا،
ألسنا أمة مكتملة التكوين جديرة بأن يكون لها مكانة بين الأمم؟ سيدات والسادة، مر على أمتنا ظروف صعبة عصيبة لم تستهدف أي أمة من الأمم عبر التاريخ، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، كما استهدفت هذه الأمة العربية. أمثلة أسوقها دون الدخول في تفاصيل، لكني أذكرها للتذكير والكل يذكرها: الحروب الصليبية على أرضنا ونحن كنا من المستهدفين، غزو التتار الذي دمر بغداد وأحرق عام 1258، الحملة الفرنسية على مصر بداية نابليون، حرب 48 وما لحق بها من حروب بين البلدين، العدوان الثلاثي على مصر 56، وأخيرا وليس آخر الحروب العملاقة حرب 67. واليوم الحروب أو الحرب على العراق وعلى سوريا وعلينا جميعا في كل مكان، حرب على الفكر، حرب على العقيدة، حرب على الاقتصاد، حرب على المعنويات، حرب على القيم التي نحملها في تاريخ هذه الأمة. أصحاب المعالي السيدات والسادة، إن المأزق التاريخي الراهن لأمتنا العربية يتمثل في كونها أصبحت حقل تجارب لكل القوى من الشرق ومن الغرب، مع الأسف الذي يسوى والذي لا يسوى، الذي له تاريخ والذي هو يمشي في تاريخ أمم أخرى. إن هذا المأزق يستدعي إعادة تشكيل رؤيتنا وفهمنا لما يدبر لأمتنا بشكل واقعي ومستقبلي، حتى نتمكن من تحديد توجهاتنا وتحالفاتنا بشكل صحيح. إن الغرب ينظر إلى العرب اليوم نظرة دونية، إنهم ينظرون إلينا وكأننا جحافل من الإرهابيين نخيف الأرض ومن عليها، جحافل من الإرهابيين الذين يسعون لبث الدمار والخراب في الحضارة الإنسانية. تعالوا معي نستعرض بعض المواقف ما يقوله عنا قادة الغرب ومفكريه أيضا، استعراض فقط للأمثلة وللتذكير. ما يقوله الأوروبيون عن الإسلام والمسلمين: أول أحدهما الإيطالية، الصحفية الإيطالية أوريانا فلاتشي، قالت: الإسلام هو العدو في عقل دائما، وأنه لا ينسجم مع القيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولا يمكن الحوار معه أو الجلوس معه أو التعامل معه. توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، والذي هو أحد أركان الحرب على أمتنا العربية سنة 91، والذي أصبح مع الأسف اليوم الشديد أصبح بكل أسف كبير مستشارين لكثير من حكامنا العرب في الموارد الاقتصادية وفي المواقف السياسية، وحتى أيضا له دور كبير فيما يتعلق بإحلال السلام في فلسطين المحتلة. يقول توني بلير أمام مؤتمر حزب العمال البريطاني: إننا نواجه أيديولوجيا شريرة، إنه صراع عالمي، إنها معركة أفكار وقلوب وعقول داخل الإسلام أكثر منها خارجه، إنها معركة يجب أن نكسبها، هذه المعركة يجب أن يكسبها الغرب كما قال. نيكولاي ساركوزي كان وزير لداخلية فرنسا قبل أن يصل إلى رئاسته، في اجتماعه مع نظيره الأسباني خوسيه أنطونيو دعا إلى إعلان الحرب جهار النهار بلا هوادر على ما اسماه الإرهاب الإسلامي. 4. وزير داخلية ألمانيا السابق أتوشيلي وصف الإسلاميين الذين يعيشون في أوروبا بأنهم نمو سرطاني في جسد المجتمع الأوروبي. برنارد لويس المشهور المستشرق الكبير الذي وهو يهودي والمؤرخ الذي له مكان في أوروبا يقول أن العرب والمسلمين يقومون قوم فاسدون مفسدون فوضويون لا يمكن تحضرهم، وإذا تركوا لأنفسهم فسوف يفاجئون العالم المتعذر بموجات بشرية إرهابية تدمر الحضارة الإنسانية. إن الحل السليم في رأيي لمواجهتهم هو إعادة احتلالهم واستعمارهم وتدمير ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها الاجتماعية. على أمريكا كما يقول أن تقوم
على أمريكا أن تقوم بالضغط على قياداتهم الإسلامية وقياداتهم السياسية دون مجاملة ولا لين ولا هوادة ليخلصوا شعوبهم من المعتقدات الإسلامية الفاسدة. وزير الداخلية الألماني السيد هانس بيتر فريدريك قال: الإسلاميون ما زالوا يشكلون تهديدا لبلادنا رغم اغتيال أسامة بن لادن. وأخيرا في الأمثلة، رئيس مجلس الوزراء الأوروبي السابق وزير خارجية إيطاليا السيد جياني ديمتريس قال: إن المواجهة مع الشيوعية لم تعد قائمة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، إلا أن مواجهة أخرى نترقبها يمكن أن تحل محلها بين هذه المصيبة تكون بين العالم الغربي والعالم الإسلامي. ثم أنتقل بكم إلى ما يوصف اليوم بالإرهاب، ووصفونا بالإرهاب، وأي إنسان عربي الآن أسمر في أي شارع من شوارع أوروبا الشبهات تحول حوله، وفي المطارات لا يخلو إنسان من التفتيش التجريدي كاملا في كل مطارات الدنيا التي نراها اليوم مع الأسف الشديد، رجالا ونساء حتى في المجتمعات الأوروبية قد رفضوا تلك الأجهزة التي تعري الإنسان في داخل الأقفاص ليكتشفها ما إذا كان يخبي قنابل في قلبه أو في صدره أو في أي مكان. ماذا يقولون؟ وكأنهم بعيدون عن الإرهاب جميعا، كأن الإرهاب لم يكن صادراتي. أول من اختطف الطائرات في هذا العالم هم أمريكيون من الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا الغربية، في أمريكا وفي أمريكا اللاتينية وفي أوروبا أيضا. أول من استخدم التفجيرات البريدة، التفجيرات ورسائل البريد، أولئك هم الأوروبيون والصهاينة على وجههم، الإرهابيون في كل مكان، ولكن نحن الآن عنوان الإرهاب في هذا العالم. إنه أعظم اختراع بشري اليوم بعد 1975. دولا ترهب دول، وحكومات ترهب شعوبها، وزعماء يرهبون زعماء آخرون. أريد لكم مثالا لا يجادل أحدا في صحته إطلاقا. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله آل سعود حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية وأطال عمره، في آخر زيارة له للولايات المتحدة الأمريكية عندما كان وليا للعهد، حاول إقناع الإدارة الأمريكية بطريقة أخرى بتلطيف للعنف الإسرائيلي، أي ترويض الإسرائيليين أن يلطفوا عنفهم على الفلسطينيين. ومما قاله للرئيس الأمريكي واقتبس: ثمة انتفاضة على وشك التفجر في الوطن العربي، الأمر الذي يعرض مصالحكم للخطر كسيطرتكم على النفط. انتهى الاقتباس. كان الرد الأمريكي في غاية الوقاحة وقلة الأدب، كان خاليا حتى من الأعراف الدبلوماسية تماما. انظروا ماذا قال صاحب الجلالة صاحب السمو: انظر ما فعلناه في العراق أثناء عاصفة الصحراء، نحن اليوم أقوى عشرات المرات مما كنا عليه حين ذاك. وإن كنت تريد معرفة مدى قوتنا فانظر ما فعلناه في أفغانستان. كل ذلك لنبين لك ما يمكن أن يحدث إن لم تفعلوا ما نطلبه منكم. إننا لا نأبه بما تفكرون به على الإطلاق. انتبهوا انتبهوا. أليس ذلك قمة في إرهاب زعيم أكبر دولة لزعيم دولة من العالم الثالث؟ الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت نيكاراغوا عسكريا ولغمت محيطها البحري في ثمانينات القرن الماضي، وألحقت بها خسائرا بشرية واقتصادية وحولتها إلى أفقر دولة في البحر الكاريبي. تقدمت حكومة نيكاراغوا إلى الأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية، تشكو هذا الضخم، هذا التنين الضخم الذي حاصر مياهها الإقليمية ودمر إمكانياتها الاقتصادية وأحالها إلى دولة من أفقر الفقراء في أمريكا، في الكاريبي وفي أمريكا اللاتينية على وجه العموم. ماذا فعلت؟ اتجهت إلى محكمة العدل الدولية
وحصلت على حكما يدين الولايات المتحدة الأمريكية بالإرهاب، وهو أول حكم لمحكمة العدل الدولية يدين دولة بعينها ومن أكبر دول العالم أيضا التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن بأنها دولة إرهابية. الولايات المتحدة في هذا العمل وهي تقوم بهذه الأعمال لا تصنف نفسها بأنها من الدول الإرهابية، بل تعتبر نفسها صانعة للسلام. السيدات والسادة، الغزو الإسرائيلي للبنان عام 82 أسرع عن قتل 20,000 لبنان، وانعقد مجلس الأمن يدعو يطالب إسرائيل من انسحاب جنوب لبنان، لا يطلب أكثر من ذلك، لا يطلب إدانته ودفع التعويضات لتلك الأرواح 20,000 إنسان قتل. ماذا كان الجواب؟ فيتو في مجلس الأمن. الغارة الجوية الإسرائيلية على تونس ومقتل مدنيين بينهم قيادات فلسطينية بعلم الأسطول السادس في البحر الأدر المتوسط، وهكذا. وهذا إرهاب دولي تعلمه الإدارة الأمريكية في علم اليقين. كل عدة أشهر تقوم إسرائيل بأعمال إرهابية في لبنان، وكل يوم تقوم بأعمال إرهابية في الأرض المحتلة، في فلسطين المحتلة، سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الاثنين معا، ولا أحد يثير مسألة تلك الأعمال الإرهابية. هذه الولايات المتحدة، وبالأمس رأينا مقتل وزيرا فلسطينيا وهو معزول من السلاح، لا يحمل سلاحا ولا حجر ولا عصا ولا أي شيء، مع الأسف الشديد حتى قبعة رأسه مكشوف، فهو أصلع. تعلمني أستاذنا فيك شعشوة. هذا الإنسان يقتل ولم يفكر أحدا في إدانة ما فعل على الإطلاق، قالوا أنه مات بسكتة قلبية، رغم أنه جابوا 3 أطباء من الأردن ومن إسرائيل ومن فلسطين، وقالوا مقالة مسكين سكتة قلبية، كان عنده ضيق في الشرايين ومات، خلاص انتهى الأمر. وراحت السلطة مع الأسف دون أن تثأر لذلك، تتوجه إلى مجلس الأمن وهي تعرف مسبقا بأن هناك فيتو لن يسمح لها بتحرير هذه الأرض في ما دامت الولايات المتحدة وما دام الإرادة العربية غائبة على الإطلاق وليس هناك ضغوط. الأمر الآخر، عندما قتل أحد وزراء الإسرائيليين ماذا حدث؟ ماذا حدث على الإطلاق؟ نذكر بذلك الموقف، أظن الذاكرة العربية لا تنسى على الإطلاق ما حدث. قامت الدنيا ولم تقف، الغرب أدان بكامله، الولايات المتحدة كل حلفائها حتى من العرب أدانوا مقتل ذلك الإسرائيلي، حتى بعض أركان السلطة الفلسطينية في ذلك الزمان. وماذا فعلوا؟ ثأروا له وقبضوا على زعيم الجبهة الشعبية الديمقراطية، وما زال معتقلا إلى هذه الساعة، ونحن ما زلنا نفكر في مجلس الأمن، ونسينا مقتل هذا الفلسطيني، الوزير الفلسطيني في السلطة الفلسطينية. وماذا عن سجن أبو غريب الرهيب؟ أليس ذلك جريمة عصر؟ أليس ذلك إرهاب؟ إرهاب العقيدة، إرهاب الأخلاق، إرهاب في القيم، إرهاب في التعامل الإنساني، أظن لا يماثله إرهابا على الإطلاق كما عانينا وكما نعاني. التعذيبات الآن في السجون والملفات الآن بين أعينكم وأمام شاشات التلفزة، ماذا عملوا في بوانتينام مع أولئك المعتقلين؟ أحدهم ظلما وأحدهم متهم، ولا أدخل في تبرير ما فعلوا على الإطلاق، أقصد أولئك الذين في غوانتنامو أو في أي مكان آخر من هذا العالم، لا أبرئ أحدا، ولكني أقول أنه طالما الموازين هكذا الإرهاب، فإذا نضع أيدينا على هذا، وليعلموا أننا لن ننسى هذا الإرهاب على الإطلاق. سيدات والسادة، لا شك أن الدين الإسلامي وأتباعه يتعرضون لحرب ضروس لتشويه والتحرير عليه في الغرب من قبل منظمات حكومية وجماعات يمينية متطرفة ومن مفكرين وكتاب وفلاسفة. ونتذكر جميعا الحملة التي شنها النائب البرلماني الهولندي غيرت فيلدزر والرسوم المتحركة المسيئة للرسول عليه السلام، كما نتذكر الكنيسة الأمريكية في فلوريدا التي من المفروض أن تكون داعية للمحبة والسلام وتقوم باستفزاز المسلمين عامة عندما قررت حرق القرآن الكريم أمام أعين الناس. وليس هذا وذلك، ولكن أولئك السجانين في غوانتنامو والسجانين في سجن أبو غريب
والسجانين في المعتقلات الإسرائيلية كيف يدنسون المصحف أمام المسلمين المعتقلين بين أيديهم، وكأننا لا قيمة لقيمنا ولا لديانتنا ولا لكتاب الله بيننا. ومع الأسف تمر علينا شعوبا ومثقفين وحكومات وقيادات بالصمت، فقط نعتذر أو نحتاج أو على الأقل علشان نشيل وصمة العار نقول ما يفعلونه جهل، وندينه بدون أخذ إجراءات كما تفعل إسرائيل معنا. أستأذن فقهاءنا من المسلمين والمتطرفين أيضا، فأقسم الإسلام إلى نوعين: إسلام عربي وإسلام غير عربي. الإسلام العربي أو السني في تقدير هو إسلام مخيف للغرب، مخيف للغرب عامة ولبعض الدول الأخرى، وكذلك مخيف لبعض الأنظمة العربية مع الأسف الشديد، وهي أنظمة عربية إسلامية ما في إلا دولة واحدة هي زعيمها مسيحي وهي لبنان. الكل يريد أن يثأر لما أصابه من المد الإسلامي عبر العصور. أوروبا تنحب اللائمة على التخلف الذي أصاب أوروبا الشرقية عن شقيقات الغربيات على الإسلام، وما يمحى من الذاكرة المد الإسلامي الذي وصل إلى أبواب فرنسا والنمسا، وما زال في ذاكرة تاريخ الشعوب كسرى النوشروان والإمبراطوريات الكبرى وما حل بملكه على يد المسلمين العرب والإمبراطورية الرومانية وما حل بها، والحروب الصليبية ما زالت في ذاكرة الشعوب. وقد أشرت نظرة الغرب إلينا نحن العرب المسلمين، وما قيل عن نبينا عن القرآن الكريم المنزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وفي التطبيق العملي لم يسمح. وبالنسبة في عملية الإسلام والحروب الصليبية، في كل صبيحة يوم يأكل الأوروبيين الكرواسون، هذا الذي موجود على غلافه من الخلف تاريخ هذا الكرواسون، يقولون أنه هذا هو فران روماني عندما وصل الإسلاميين إلى رومانيا، بوخارست، فيينا، رومانيا، غير فيينا. عندما وصلوا إلى هناك كانوا الخبازين كلهم كانوا في حالة طوارئ ولم يصلوا إلى الأفران، وبالتالي صاحب الفرن الخباز عمل العجين بتاعته على هيئة الهلال ودخلوا في هذه الأفران، وأصبحت بهذا المعنى ومكتوب التاريخ الغزو الإسلامي لأوروبا. ترونه الآن في أي سوبر ماركت موجود إنتاج أمريكي. مع الأسف الشديد ذاكرتنا إحنا يذكرونا بمصائب الدنيا. في التطبيق العملي لم يسمح مرة أخرى لحزب إسلامي عربي أن يتولى القيادة في أي قطر عربي على الإطلاق، وإذا وصل إلى السلطة فلن يسمح له بالنجاح بأي طريقة كان. تذكروا تجربة الجزائر مع الانتخابات، وهي التي لم يسمح فيها بإكمال الجولة الثانية لأن الجولة الأولى كانت في حساب نجاح التيار الإسلامي السني لذلك، لأن الجزائر ليس فيها طوائف غير هذا العام، وبالتالي لم يسمحوا بالجولة الثانية لأنها ستحسم النتيجة لصالحهم وتبقى الجزائر أمام أمر محرج، الفرنكفونيون ماذا يصنعون، وبالتالي ألغوا الانتخابات ودخلت الجزائر في معركة 10 سنوات حرب أهلية، وبالتالي ما زالت الجزائر تعاني من هذا المرض إلى هذه الساعة. في غزة حين فازت حماس في الانتخابات لم يسمح لها بالنجاح، ووجهت إليها السهام من كل مكان من سلطة فلسطينية هي التي باركت انتخابها، وهي التي بايعت، وهي التي أعلنت، وهي التي أقسمت على يدها اليمين بأنها تكون للشعب الفلسطيني كاملة. تنكروا لذلك القسم. واجهت غزوة في غزة واجهت 3 حروب مستمرة، حروب تدميرية آخرها هذا العام 55 يوما أطلق على غزة آلاف الأطنان من السلاح، دمرت أكثر من 30%، أكثر من 1200 كما يقول محمود عباس، يعني مصيبة كبرى. صحيح أنها مصيبة كبرى، لكنها هذه المصيبة الكبرى لم نستثمر ما تم لحماس في هذه المعركة على الإطلاق، أدمناها وحاصرناها وطلبنا منها أن ينزع سلاحها
وأن تمعن لكل الضغوط الموجودة بين يدينا. عربا اشتغلوا حكاما ومحكومين في هذا، عملوا بذلك الأمر مع الأسف الشديد حتى وسائل الإعلام. من جهة أخرى السودان محاصر وتنهش أطرافه من كل مكان، وفي مصر نجح حزب إسلامي عبر انتخابات حرة ونزيهة كما قالت بذلك وسائل الإعلام المصرية، حرة ونزيهة في حين ولم يتم الرئيس المنتخب عامه الأول، أقيم عليه الحد وأسقط وجروا كلهم الآن إلى المعتقلات والسجون، وسيحكمون على ما حكموا على بعضهم بالإعدام كما هو جاري. الإسلام غير العرب. إيران دولة مسلمة لها نظام حكم إسلامي إيراني جعفري بحكم الدستور، يسيطر عليه ملال الفقه الجعفري، لم يعترض عليه الغرب أو الشرق لكونها دولة دينية إسلامية. واسمحوا لي أقول هنا مرة أخرى في هذا المجال، داعش أو الدولة الإسلامية احتلت الموصل وأدناها، ولست من أنصار داعش حتى لا يحسب أحدا عليه حساب، ولا أقر ما تفعله على الإطلاق، وما تفعله جريمة كبرى، وضد أهل السنة في العراق على وجه التحديد لأنها لم تتعرض لأطراف أخرى، وكل حروبها في الشريط السني في العراق من الأنبار إلى الموصل إلى نينوى إلى كل مكان. ولكن عندما دخلوا ثارت الدنيا عليها وأعلنت الحرب العالمية عليها، 65 دولة دخلت في التحالف ضده. ولست ولا أناقش هذا، لعلكم تناقشوه أنتم، لكن لا أناقش الحادثة نفسها. الإسلام السني في صنعاء دخلت جحاف الكتائب الكبرى بكل قوتها واحتلت العاصمة وطوقت رئيس الدولة ولا يستطيع أن يوقع ورقة على الإطلاق حتى بصرف مرتبات الموظفين يوقع الحوثيون، ولم يقل أحدا عنهم شيئا، بل بالعكس صمت الناس عربا وعجما وبربرا وأوروبيون وأمريكا، طائرات أمريكا في تملو أجواء اليمن طائرات بدون طيار ولم تحرك ساكنة. كل القوى في اليمن الآن ترون احتلت الموانئ واحتلت المطارات وحاصرت اليوم وأكملت حصارها حول مطار صنعاء هذه اليوم، وأصبحت القوة الفاعلة هنا. هل أحد أثار عليها نقطة احتجاج أو انتصار؟ الأمر لا. إذن هناك حلال وهنا حرام. نحن أمة لها قدرة على التفكير ولها قدرة على، نحن نصمت نسقط لنقف من جديد. نحن لا نحقد ولكنك الجمال عندما يجتاح بنا الأمر فسنثأر لكل مقوماتنا ولن نسكت. العراق يحكم منذ الاحتلال 2003 وحتى اليوم حزب إسلامي جعفري، حزب الدعوة بتأييد من الغرب والشرق، وحتى هذه اللحظة هذا النظام محمي بكل قوى الغرب بالتحالف 62 دولة، لا أحد يقول عليه شيء. وهذا العبادي يزور الآن ما شاء الله الفاتح الأكبر العواصم العربية والخليجية لتعينوا مرة أخرى في إعمار ما دمرت لها. ولك مليارات الدولارات مسروقة منهوبة، إحنا ساهمنا في الحرب وساهمنا في إعادة الإعمار، وزير من الوزراء متهم بأربعين مليار دولار موجودة في أوروبا وكل الصحف تعمل. تأتي يا عبادي إلى الدول الخليجية تقول تعالوا ساعدونا على الإعمار، ما أنت حرامية والجماعة حرامية قدامك، وبعدين تريدنا إحنا يعني ما شاء الله أعطانا الله فلوس نعطيك إياها علشان توديها مكان آخر. الحوثيون في اليمن أيضا يعملون العمائل الكبرى ولا أحد يحرك ساكن. في المقابل تعلن الحرب العالمية على التنظيمات والأحزاب السنية، مثل، ولست مؤيدا ولكني أجيب أمثلة، مثل ما يجري الآن حزب النصرة والدولة الإسلامية داعش والجهاد الإسلامي وحماس وغيرها، ويشترك في هذه الحرب العرب جميعا. ماذا يفعل العرب؟ قبل أن أنتهي آخر شيء جلالة الرئيس، في ظل هذه الظروف المغلة في التوحش
التي تمر بأمتنا العربية، نجد أن القيادات العربية لم تمسها الغيرة على شعوبها، ولا الحمية العربية، ولا الحمية الجاهلية. نجد مواقف سلبية لا حدود لسلبيتها. يفرض الحصار على الشعب العربي في العراق الشقيق ونشارك فيه، وتشارك فيه حكوماتنا دون تردد. تعلن الحرب من أجل احتلال العراق ونساهم فيه، ونبارك لإسقاط نظامه لأنه دكتاتور طغيان. حكومات عربية تفرض الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة بموافقة السلطة الفلسطينية مع الأسف التي واجبها الدفاع عن الشعب الفلسطيني كله. يطلب منا محاصرة السودان فلا نمانع. أقول بكل اختصار، الربيع العربي أظهر القائد العربي على حقيقته. مثال زين العابدين بن علي عندما أيقن بأنه لم يعد له مكانة في القصر ولم يستطع أن يعمل شيء، ماذا قال؟ لم يعد له مستقبل في قصر حكم تونس. ظهر على التلفزة وقال بصوت مرفوع: فهمتكم، فهمتكم. أكثر من 20 سنة وأنت تفهم، لم تفهم الشعب التونسي إلا هذه اللحظة. أليست مأساة الحاكم العربي الذي يفكر بكذا؟ اسمعوا ما يقوله الآخر. اسمعوا ما يقوله زعيم آخر في ليبيا. ظهر القذافي على التلفاز فقال لشعبه الغاضب والمطالب بالإصلاح: من أنتم؟ أنتم مين؟ أنتم الجرذان، أنتم الحشرات، أنتم الفيران. 40 عام تحكم فيران الجرذان، الآن 40 سنة تحكم هذا الشعب على أنه في جرذان وفيران بتاع وصراصير. أليس عيبا على ذلك؟ سنلاحقكم بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، ولحقوا زنقة زنقة إلى زنقوا في مصر عزيز. في مصر العزيزة عندما اكتظت الميادين، اسمح لي سيد الرئيس أختم بهذا القول، عندما اكتظت الميادين في جميع المدن المصرية بالمطالبين بإسقاط النظام، قال حسن مبارك على التلفزيون: ايه ده؟ قولوا لي ايه؟ ايه يا مدير المخابرات بتاع بس نسيت اسمه، سليمان، ايه يا عمر سليمان بيعملوا ايه ده؟ شوية عيال عاوزين ايه؟ قولوا لي. الله، شوية عيال 30-40 سنة وانت تحكم شوية عيال؟ هذه نماذج وما خفية اعظم من حكام. انا في اول صفحة من مداخلتي قلت صحيح أننا يجب أن نبتعد عن العادات السيئة التي تجعلنا نغمض أعيننا عن أمراضنا الذاتية وسلبياتنا الداخلية، مكتفين بتركيز اهتماماتنا على التحديات والمخاطر الخارجية على مشروع نهضتنا العربية. أنا قلت ذلك. إذن عام الكلام، يجب ألا أقف عند طائفة أو حد. وبعدين نحن معشر المسلمين لا يكتمل إسلامنا إلا إذا أمنا بالرسالات السماوية كاملة، ومن يقول ذلك هذا نص قراني أنه لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بهذا، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن منتهين من قضية مسلمين مسيحيين يهود مش عارف إيه، نؤمن بهم كلهم وهذا إيمان مطلق. إلى جانب الديانة نؤمن بأن هؤلاء جسم أو جسد منا وفينا، ينتمون إلينا وننتمي إليهم، يشاركوننا ونشاركهم في الوطن، في الاعتبار، في الحياة. وأنا كنت أسكن في مصر في أوائل الستينات، مش هقول لكم بالعمر يعني، في أوائل الستينات سكنت مع عائلة مسيحية في مصر، وجاء رمضان. أنا كنت فرحان إنه هاكل في رمضان لأني مع عائلة مسيحية. هؤلاء لم يطبخوا خلال النهار على الإطلاق، رغم أن الرجل متقاعد وزوجته متقاعدة وابنه كبير ويروح الشغل ويرجع، لم يشربوا خمرة في رمضان أمان ولا في البيت، لم يطبخوا خلال ساعات النهار على الإطلاق. أنا استحيت وصمت،
والله اقول لكم صح حرفوك يا دكتور. هذه ثقافتنا، هذه الثقافة التي نؤمن بها. عائلة في داخل مصر تقول كذا، وأنا جاي من الصحراء أكل جراد وجرابيع وإلى آخره، وإذا أحصل هؤلاء الناس يتنعمون بيدهم كل النعم، مشروب وأكل ودنيا وصيام، وإحنا محرومين من الأكل ويمنعون من ذلك. هذا تقديرا لهذه الأمة التي لا تفرق بين دياناتها لمن يفكر بأني أفكر في العمل. العمل الآخر، ما هو الحل؟ الحل الوحيد وليس غيره أن يكون عندنا إرادة سياسية لقياداتنا العربية التي تقودنا، والتي جماهيرنا أيضا تؤمن بذلك، ولا يكون نصنا مع السلطان ونصنا بيشاور عقله، والربع الثاني يشاور عقله يذهب مع السلطان أو لا يذهب، والربع الآخر يدور وظيفة لعله وعسى، والآخر خائف من أنها تمتد إليه اليد. قل يا أخي رايح دون أن تحمل سلاح ولا حجر ولا شيء، هذا أولا. شيء ثاني، أنه عندما تؤمن قياداتنا السياسية بأنها مستهدفة، هي مستهدفة، كما قلت لكم كيف كانت مقابلة بوش أو جماعته الذي قابلوا الأمير بهذا الصرافة. حاكم آخر أمريكي أو الرئيس الأمريكي يقول له، ولم أذكرها هذه، أنتوا العرب لا تستحقون الحياة لأنكم جميع الجرائم التي مكتربة في التاريخ جاءت من عندكم، فأنتم حاربتم كذا وحاربتم وحاربتم، ولم يذكر حسنة واحدة من الحسنات أمام زعيم عربي. أنا مش عاوز أقوله لأني أخاف. ما هو الحل؟ كما قلت، هو الإرادة السياسية عند القيادات السياسية وعند المثقفين أصحاب الرأي وعند القوى التي تمسك برأس المال، هي التي تستطيع أن تلعب دور كاملا لتحرير هذه الأمة، لتثأر لكرامتها ولكبريائها من كل المعوقات، وبالتالي سيحترمنا الآخر عندما نكون أقوياء. وإن الله لا يقبل العبادة من عباده الضعفاء على الإطلاق، إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قلنا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا، إلى آخر الآية من هذا. إذن نحن مع القوة والعالم يحترم القول. يفهموننا. أنا لست من أنصار الطوائف، ولكن الطوائف أستاذي العزيز من العراق، أنا كان أفضل أصدقائي عندي هم عراقيين. أنا كنت أشتغل عامل صغير وأنا في المدرسة في الصيف، أروح أشتغل في أرامكو. وأرامكو معظم عمالها الخدمات من أخواننا الشيعة. أنا ما كنت أعرف ولا أحد يعرف من عمالنا اللي جايين من البراري والخفار ومن الجبال، ما كنا نعرف شيعة ولا كنا نسمع عنهم أبدا، ولم أتعرف على هؤلاء الشيعة إلا بعد، يعني أقول لكم بكل أمانة، بعد 65. ليش؟ لأنه صادفني شخص عراقي وقال لي أنا شيعي. قلت له إيش يعني شيء؟ قال لي أنت ما درست الإسلام؟ قلت له لا أدرس الإسلام، لكن حتى كشف الشبهات قرأت، لكن ما أعرف. قال لي أنا شيء، أنا من أتباع، أنا من آل البيت. قلت له أنا من آل البيت، أنا أقرب منك من العراق من آل البيت، أنا من الحجاز وأنا قريب من مكة. قال لي هكذا. إذن لم تكن الطائفية بيننا ولم يكن التقسيم هذا بيننا. الزيدية في اليمن لم نذكرها على الإطلاق إلا جدت حديثا. الأباضية في عمان لم يذكرها أحدا قط، ولم نبحث عن تراث من الزيدية ولا الأباضية ولا الجعفرية على الإطلاق. جد في تاريخ أمتنا نبش مع المؤرخين الجدد، مع الأسف الشديد، كل يبلي بدمه لتقسيم أمتنا. متعدد الطوائف، طبعا نحن مجتمع متعدد الطوائف. يا سيدي أنا يعني لا تؤاخذني المؤتمر القومي العربي، أنا وأنت شركاء فيه ونرى اللعبة اللي معايشة فيه، والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الآية. ما أريد أدخل في هذا، لكني أقول لك أنت وأنا وكلنا نحن قوميون عرب ننتمي إلى الأمة العربية على أرض العرب، وعلينا مسؤولية جميعا.
لكن لا يجب أن نصنف، عندما يكون فيه ظالم نقول له ظالم، عندما يكون محق نقول له محق، عندما يقف فينا شريف يجب أن نعزز شرفه وشرافه، وعندما يقف فينا من يقول من أنتم؟ أنتم الجردان، نقول له لا كفى دعينا. وبالتالي نحن مع هذا الأمر، وأنا أقول أن أمتنا مكتملة التكوين يا سيدي بكل طوائفها وبكل مللها ونحلها، ولا نعرف هذا إلا بالتقسيمات المعاصرة من بعد 1950، وهذه كارثة أهل القلم. أنتم مع الأسف، أنا أخواننا في الأردن هنا وأخاطب الصحفيين، كم منكم تطاول على دول الخارجية وأخرب العلاقة بين ذاك وذاك من أجل إرضاء نظام هنا أو هناك، من أرض قطعة هنا أو هناك، من أرض حفنة منا أو منا، وكم واحدا مجد الحكام الخليجيين ووصلهم إلى الآلهة؟ كثير منكم مع الأسف الشديد. نحن نقول اهتموا بوطنكم الذي أنا أحبه، حبي لوطني أحبه كأنه قطعة مني، هذا البلد كأنه قطعة من قلبي ومن نفسي ومن حياتي، مش مجاملة، لا أريد وظيفة ولا أريد شكر ولا أريد تقدير ولا أريد أرض، والحمد لله بلدي مغرقان مالا وأرضا وحياة ومكان، وكما قالت الدكتورة الأستاذة، كما قالت الأستاذة ليلى الأطرش، كانت رقبتي على المقصلة ولم يتحدث، حماني أمير قطر بسيارته من بيتي إلى بيتي في ظرف إعلام رهيب تذكره جيدا ويذكره بعض الأخوان الأردنيين الذين كانوا يعيشون في قطر، كيف كنت أعيشه أنا خائف، قال أخرج وارفع رأسك ولا تخف، قلت رأيت تعتز به، لم تقل غير ذلك. نحن نريد ذلك الرجال، نريد ذلك الحاكم الذي يقول قل رأيك ولا تخف منها. أنا معكم ومع أمتنا وبين أيديكم في كل مجال. أخيرا أقول أمتنا العربية لا تستحق كل هذا، نحن أمة عظيمة، لقد صنعنا تاريخا عظيما وبنينا حضارة عظيمة يشهد بها العالم المتحضر، فمتى ننهض؟ نحن أمة مكتملة التكوين، على أجيالنا القادمة أن تعيد بنا هذه الأمة. وأشكركم لحسن استماعكم.